السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان من الرافدين، وما زلنا مستمرون معكم في هذه المتابعة الإخبارية المتواصلة بشأن معركة طوفان الأقصى وهذا العدوان الصهيوني على غزة المحاصرة في متابعة آخر تطورات الأحداث في غزة. نرحب بضيفنا علي شندب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. ودكتور محمد سالم مدير وحدة دراسات في مركز أبعاد من إسطنبول، مرحبا بكم دكتور محمد. تحية لكم ولمشاهديكم. نرحب مجددا بضيفنا أيضا سيد العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري، حياكم الله سيد. أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. أيضا دكتور محمد سالم نبدأ منك، الآن الكيان المحتل وصف 120 دولة قد دعت إلى إيقاف إطلاق النار في غزة، وصفها بالدناءة. إلى أي مدى فقد هذا الكيان الغاصب جزءا من الدعم الدولي بعد التحرك العربي وإن كان خجولا في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ تحية لك أستاذ ولمشاهديكم الكرام ولضيوفكم الكرام. بالتأكيد أنه يعني هذه الخطوة تعتبر نكسة دبلوماسية للكيان الإسرائيلي بالتأكيد، ولكن من الناحية العملية لا ننسى بأنها لا تزال تحظى بدعم الدول الكبرى، وخاصة نقصد الدول الغربية الكبرى، وخاصة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذا التجمهر الدبلوماسي يمكن أن نقول أن له أثرا رمزيا مهما جدا في تعرية إسرائيل عموما. وحقيقة هذا في السنوات الأخيرة زاد بشكل كبير حتى داخل الولايات المتحدة وحتى داخل العديد من الدول التي ينشط فيها اللوبي الموالي للكيان الإسرائيلي بشكل كبير، لكن بدأ مع موجة الوعي الكبيرة التي يعني تنتشر، وأيضا عمل اللوبيات الأخرى سواء يعني أنشطة بعض الإخوة العرب أو الفلسطينيين في إيضاح قضيتهم، كله أثمر إلى حد كبير في أن يعني نوعا ما يتراجع الدعم إلى حد ما الدعم غير المحدود الذي كانت دائما ما تحظى به إسرائيل في المحافل الدولية. وهذا أيضا ينعكس على مثلا مجلس حقوق الإنسان أيضا التابع للأمم المتحدة، وخاصة أن هناك محاور أخرى يعني تحاول أن تستثمر في الموضوع، ليس حبا في الفلسطينيين أو ليس إيمانا في القضية الفلسطينية. نتحدث هنا عن الصين وروسيا مثلا في مجلس حقوق الإنسان، يحاولون أن يلعبوا على هذا الموضوع باعتبار أنه ينافر ويعاكس المحور الغربي، وبالتالي إظهار نوع من النفاق الغربي أنه أنتم تناصرون هنا أو تناصرون أو محور دعايتكم في أوكرانيا أنها تناصر المدنيين، في حين أنكم تناصرون من يقتل المدنيين في غزة. لا شك أنه هذه نكسة دبلوماسية وسياسية، لكن كما قلنا الدعم الأساسي من الولايات المتحدة الأمريكية لا زال واسعا جدا لإسرائيل. من هنا أستاذ علي شندب الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت، حياكم الله مجددا. ذوي المحتجزين في غزة يتظاهرون حاليا أمام منزل أسرة نتنياهو في قيصرية في جنوب حيفا. إلى أي مدى برأيكم أخفق الاحتلال في إدارة ملف الأسرى داخليا على حساب تدمير المدنيين وقتلهم في غزة؟ هناك ضرب طبعا بمواد حتى محرمة دوليا كالفوسفور الأبيض، ألا يعرض ذلك حياة المدنيين للخطر؟ خالص التحايا لكم أخي العزيز وللضيوف وللمشاهدين الكرام. إحنا اليوم نلقي على شرف ملحمة غزة، على شرف ملحمة استثنائية غير مسبوقة في التاريخ العربي الحديث منذ احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين المحتلة. بدون شك إسرائيل تبدأ بشكل واضح بأنها أشبه بمريض الكورونا الذي لا يستطيع الحياة بعيدا عن أولية الأكسجين.
وآلات الأكسجين هنا هي البواري والأساطير الغربية والأمريكية. لم يتوقع الإسرائيليون يوما مستوطنات وجنرالات وحكومة لم يتوقعوا أن يحصل فيهم 1% مما حصل بهم في 7 أكتوبر المجيد، ولذلك هم أيضا أشبه بمريض خرج من غرفة العمليات لكنه لم يستفق من البنج، فالصدمة ما زالت متمكنة من المستوطنين، من أهالي المحتجزين، من القيادة العسكرية، من القيادة السياسية، الصدمة والتخبط. وبالتالي ما تفعله الحكومة النتنياهية بقيادة أمريكية، اليوم الأمريكي يجلس في المقعد الأمامي في حرب تكسير عظام غزة إذا صح التعبير، يجلس في المقعد الأمامي من أجل يعني محاولة استعادة بعض ماء الوجه لإسرائيل. إسرائيل دولة معظم العرب ذهبوا إلى التطبيع معها نتيجة قوتها التي لا تقهر، وإذ بها في 7 أكتوبر بيّنت بأنها بحاجة لمن يحميها، بيّنت بأنها نمر من ورق حقيقي. نحن لا نستطيع الآن رصد مفاعيل ما حصل في الكيان الإسرائيلي، رصد المفاعيل ينبغي أن يحصل بعد توقف العدوان. الأسرى أو المحتجزين لدى كتائب القسام بدون شك هم معضلة، لكن الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية معا يتصرفان، وأيضا معهم ماكرون ومعهم هذا الهندي سوناك رئيس وزراء بريطانيا، كلهم يتصرفون بعقل شمشوني. لا يعني لأن كرسيهم في المنطقة قد اهتز، كرسيهم كرسي الذي يرعى مصالحهم ويؤمن مصالحهم هو كالأسلحة في جسد الوطن العربي يمزقه، وبالتالي غالبية الذين طبعوا معه من أجل أن يحميهم فيما لو تعرضوا لحرب مع هذا الطرف أو ذاك. وبالتالي هذه الهالة الاستراتيجية أصيبت بانتكاسة حقيقية. يحاول الأهالي هم بالنهاية المحتجزين بشر يريدون أبنائهم بدون شك يحاولون، وأساساً قيادة القسام منذ الأيام الأولى وقبل انطلاق وساطات السمسرة المختلفة قالوا بأن هؤلاء بمثابة ضيوف لدينا، وعندما تسمح الظروف الميدانية سنطلقهم جميعاً. يعني قيادة كتائب القسام غير متمسكة ببقاء أي واحد منهم ما عدا العسكريين حتى ولو كانوا من مزدوجي الجنسية. وهنا أرسلت كتائب القسام رسالة إيجابية بهذا المعنى، عززتها بالإفراج عن رهينتين أمريكيتين ثم رهينتين إسرائيليتين كان لخروجهما الأثر السلبي على الدعاية الصهيونية التي تبناها بايدن ووزير خارجيته الذي أتى إلى تل أبيب ليس بصفته وزيرا للخارجية بل كيهودي. هذه الدعاية التي سرت في الغرب سرعان ما تلاشت، وأيضا نلحظ بشكل واضح جدا بأن هناك تحولا مهما ونوعيا في العالم وأيضا في الوطن العربي والبلاد العربية والإسلامية، لكن أيضا في الرأي العام العالمي، بمعنى بلشت الأمور تقلب من حوالي أسبوع، وبالتالي هذا الغضب كبير. يعني نحن مقاربة الموضوع الحقيقية ينبغي أن تكون بعد وقف إطلاق النار وانتهاء وضع هذه الحرب أثقالها. نعم 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 سأعود إليكم أيضا أستاذ علي شندم والدكتور محمد سالم. من هنا سيد العقيد أحمد حمادة، هناك أنباء عن نية الاحتلال باستخدام طبعا غير ما استخدمه في هذه القنابل الانشطارية والصواريخ التي تحمل ربما
فوسفور أبيض وما إلى ذلك. هناك نية قد يستخدم في أثناء التوغل البري أسلحة كيميائية لأنه أخفق بعد مواجهة طبعا باسلة للمقاومة في التوغل بريا. ما صحة هذه الأنباء وما برأيكم نتائجها؟ يعني السلاح الكيماوي والسلاح الفوسفوري وهذا أسلحة، هذه أسلحة محرمة دوليا على الجنود، يعني على المقاتلين الجنود، فكيف تقوم إسرائيل باستخدامها على المدنيين؟ المدني كل هذه الأسلحة محرمة عنه، يجب حمايته وفق قانون جنيف 49 أو اتفاقية جنيف 4 التي قال وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت بأننا سنضعها على جانب، ولا توجد هناك لا قوانين حرب ولا قوانين. وكانت الولايات المتحدة بالأمس ذكرته، بايدن ذكره بأن يجب مراعاة قوانين الحرب. كذلك جالانت تكلم على الفلسطينيين قال بأنهم حيوانات بشرية عن غزة أو عن حماس أو عن غير ذلك، وهذا يعني بأنهم يمكنهم، عندما وصفوا كمان المقاومة الفلسطينية بأنها داعش أخرى قطعت الرؤوس، وما تم إشاعته عن طريق CNN والتي اعتذرت مرة أخرى بأن هذا الكلام يعني بأن قتلهم أصبح حلالا بالنسبة لهم، لذلك استخدموا السلاح الفوسفور الأبيض. الفوسفور الأبيض هو مواد كيماوية، مواد كيماوية حارقة شديدة الحروق، تصل درجة الحرارة إلى 1000، تقوم بقتل كل الأحياء في مسافة 150 متر على الأقل في المنطقة التي تضرب. كذلك هناك نواتج بخار تنتج عن هذه القنابل الفوسفورية، هذه البخار عندما يتم استنشاقه من من قبل، يعني مثل غاز السارين. نعم هو نفسه، هو مختلف عن السارين. مختلف، نعم. هو ليس سارين، ولكن هذه الأبخرة عندما يتم استنشاقها من قبل القوى الحية تقوم بإتلاف الرئة وتؤدي إلى الموت. أما الغازات الأخرى التي تكلمت عنها أحد المواقع الأمريكية وهي تقول أنها مسربة عن أحد الأشخاص، يعني من ضمن الحلول التي تريد الولايات المتحدة وإسرائيل القضاء على المقاومة الفلسطينية التي يعتبرونها في مترو غزة وفي الأنفاق التي هي تحت مناطق غزة. لذلك رأيناهم اليوم يتكلموا عن مشفى الشفاء أو مجمع الشفاء بأنه يحوي قيادات من حماس ومن القسام، وكذلك يتم تخزين المازوت وسرقة الوقود في هذه تبريرا أو يعني لخلق. تقول عفوا سيد العقيد، هناك تسريبات من الممكن أن تضرب هذه الأنفاق بقنابل تحتوي على هذا السلاح الكيميائي، هذا ما أريد أقوله. لذلك إسرائيل والجيش الإسرائيلي تحاول أن تخلق الذرائع من أجل استخدام هذه الأنواع من الأسلحة المحرمة دوليا. إذن الأنفاق، عندما يتم ضرب الأنفاق بقنابل غازية أو بغاز السارين أو غاز الأعصاب، وهذا غاز الأعصاب يؤثر بحدود العشر ساعات، حتى العشر ساعات، من 6 إلى 10 ساعات، يقوم بشل قدرة الإنسان على النطق، على التحرك، يؤدي إلى زيادة سيلان الأنف، تضيق في العينين، خفقان في القلب، إذا كانت يعني الشحنة التي استنشقها الإنسان شديدة يتم قتل الإنسان وتؤدي إلى الوفاة، وهذا ما تفكر به القيادة الإسرائيلية باستخدامه. كذلك هناك تفكير آخر من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل إن صح، يقولون بأنهم سيتم توريد مضخات مياه عملاقة من غزة، من بحر غزة، ويتم ضخ المياه المالحة وبالتالي تخريب غزة بشكل كامل وهدم الأنفاق وهدم الأبنية وإجبار المقاتلين الذين ينجون من هذا الوضع
للخروج للأعلى وتعطيل كل القدرة القتالية للكتائب التي تستخدم الأنفاق أو الخنادق من أجل حماية أنفسها ومن أجل استخدام الأسلحة الدفاعية التي تؤثر بها على العدو الصهيوني. إذن دكتور محمد سالم، مدير وحدة الدراسات في مركز أبعاد من إسطنبول، هذه المجازر والجرائم ضد المدنيين في غزة، سكان غزة المحاصرة، ومدى استهانة الاحتلال بالمحيط العربي لنقل أيضا، يعني نتكلم عن غضب عارم مثلا في مصر وبعض الدول الأخرى، غضب شعبي، ألا يمكن أن يمثل لحظة فارقة؟ هناك مجند مصري مثلا اسمه محمد صلاح قطع الحدود ودخل إلى داخل الحدود للكيان المحتل مع مصر ونفذ عملية باقتدار وبسالة. نعم، بالتأكيد يعني الهجمات الإسرائيلية والصلف والغطرسة الإسرائيلية ما كانت لتتم لولا أنها بالفعل أمنت ردود الفعل العربية وغير العربية للأسف. وكما يقال من أمن العقوبة أساء الأدب، فهم يعني يدركون أنه لا يوجد من يناصر الفلسطينيين ولذلك يقوموا بهذه المجازر دون رادع. على العكس، هناك دعم دولي ممثلا بدعم المجتمع الدولي أو القسم الأكبر من المجتمع الدولي والمؤثر فيه، وهو الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. لكن طبعا كلما طالت المعركة يمكن بالفعل أن تخرج الأمور عن السيطرة وتتفاعل الشعوب العربية والشعوب المسلمة عموما وحتى الرأي العام العالمي بشكل كبير، وبالتالي تكون هناك ردات فعل يصعب ضبطها. وهذا أعتقد ما تحاول اليوم، يعني بدأنا نشهد نوع من التباين البسيط دعنا نقول، لكنه تباين في أسلوب الإدارة بين الولايات المتحدة والإدارة الإسرائيلية الحالية. طبعا الإدارة الإسرائيلية الحالية، إدارة نتنياهو، هي تحاول أن تهرب إلى الأمام لأنها بالأصل واقعة ضمن أزمة داخلية، فأتت هذه الإشكالية وبالتالي تحاول الاستفادة منها كفرصة. يحاول نتنياهو الاستفادة من هذا الموضوع كفرصة، يحاول أن يوحد المجتمع الإسرائيلي، أن هناك تهديد خارجي ولا مكان اليوم للحديث عن قضية صلاحيات المحكمة الدستورية وغير ذلك مما كان هو محل جدل داخلي في إسرائيل. ودائما الحروب هي فرصة لإعلان إما حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية، وهذا يعطي صلاحيات واسعة للسلطات التنفيذية واللي على رأسها نتنياهو، فهو يحاول أن يستثمر في هذا الموضوع. ولكن هذا الأمر هو خطر حتى على إسرائيل نفسها، ولذلك هناك لوبي إسرائيلي داخل الولايات المتحدة أيضا يضغط على الإدارة الأمريكية لمحاولة عقلنة ردات الفعل الإسرائيلية. يعني وهذا يعني تحدثت به بعض التقارير الخاصة، أنه هناك بعض حتى الموالين من اللوبي الموالي لإسرائيل ينصحون الإدارة الأمريكية أنه عليكم أن تنقذوا إسرائيل من نفسها، لأنه في السياق الذي تفضلت بالسؤال عنه، في النتيجة الهروب إلى الأمام واستخدام الوحشية وعدم اعتبار أي قيم إنسانية أو قوانين إنسانية حتى ظاهريا، هذا يمكن أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ويؤدي إلى إعادة هندسة المنطقة وعدم السيطرة على الوضع حتى من قبل الدول والأنظمة التي يعني ربما كانت تسير في التطبيع مع إسرائيل بشكل كبير، لكن في النتيجة الرأي العام ربما لن يتم السيطرة عليه لأن هناك تضامن كبير مع غزة. بالتالي يعني هنا ربما الذي نشهده أيضا كما قلنا، أنه الإدارة الأمريكية صحيح أنها كما وصف الضيف أنه هي في الخندق الأول في العدوان على غزة، ولكنها أيضا تحاول ربما دراسة الردات الفعل الإسرائيلية وعقلنتها بحيث لا تؤدي إلى توسع الصراع، وهذا طبعا أهم هدف عند الولايات المتحدة حاليا، عدم توسيع دائرة الصراع. ولذلك تحدثت بعض التقارير أنه الإدارة الأمريكية تنصح اليوم القيادة الإسرائيلية بعدم تنفيذ اجتياح بري واسع، وإنما اللجوء إلى عمليات جراحية
دقيقة كالتي تحدث عنها سيادة العقيد من خبرته العسكرية، موضوع المياه المالحة أو حتى استخدام بعض الكيماوي. هناك بعض الفرق التي أتت ولديها خبرات سابقة للأسف في اقتحامات سابقة في المدن العراقية، في الفلوجة، في الموصل، أيضا في ربما في الرقة السورية. يعني كان هناك خبرات للتحالف الدولي، وكلها حقيقة حدثت فيها انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان وحدثت فيها مجازر، لكن ربما بشكل مدار إلى حد ما يمكن إدارته بالشكل الذي يعني نوعا ما تستطيع الولايات المتحدة الخروج به، أو هكذا تظن الخروج به، بحيث لا يبدو بأنه انتهاك فاضح جدا إلى درجة غير مسبوقة. من هنا أستاذ علي شندب، يعني قبل قليل في خبر وردنا بأنه طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت صواريخ باتجاه مرتفعات جبل صافي شمال نهر الليطاني اللبناني. كيف تقرؤون هذه التطورات؟ وقد تحدث قبل قليل ضيفنا الدكتور محمد عن محاولة الولايات المتحدة والكيان المحتل عدم توسيع هذه المعركة، ولكن كيف تقرأ هذا الحدث الآن؟ سيدي، بدون شك كما نعلم جميعا في جنوب لبنان من اليوم الأول تقريبا لطوفان الأقصى هناك مشاغلة من قبل المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية الموجودة في لبنان. هناك مشاغلة للعدو الإسرائيلي، ضرب أهداف، فق العيون، ضرب الكاميرات، أجهزة التجسس، التنصت إلى آخره. هذا أمر موجود، وبالتالي هناك رهان على اتساع الجبهة أو توسع الجبهة أو دخول الأطراف اللبنانية وتحديدا حزب الله على نطاق واسع في هذه المعركة. أنا أعتقد بأن طوفان الأقصى سبب ما يمكن أن نسميه بالإحراج الوجودي لكافة الأطراف، الإحراج الوجودي لكافة الأطراف. يعني الإدارة الأمريكية كما قال منذ قليل زميلي السابق، الإدارة الأمريكية لا تريد عملية عسكرية واسعة بل عمليات جراحية، لكنها تريد تفكيك حزب الله وطحن، عفوا، تفكيك حماس وطحن عظامها، تريد إلغاء حماس وبالتالي أو كتائب الأقصى وفصائل المقاومة. وبالتالي كيف تستطيع الولايات المتحدة أن توفق بين هذين الأمرين، بين تفكيك الفصائل المقاومة في غزة وعدم شن حملة برية واسعة؟ هناك صعوبة تصل إلى حد، يعني ما بدي أقول الاستحالة، إنما شيء بيشبهها. هناك إحراج وجودي أيضا لإيران ولأزرعة إيران التي تسمي نفسها فصائل مقاومة. في لبنان في مقاومة، لكن في العراق لا يوجد مقاومة، فصائل سرقت التسمية وسحبتها على نفسها. إحراج وجودي بأي معنى؟ يعني لا قدر الله لو أن الاحتلال الإسرائيلي بقيادة أمريكية تمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية في غزة، فماذا تبقى لإيران القائمة كل سياستها الخارجية على المقاومة وعلى قادرين على تدمير إسرائيل بسبع دقائق ونص وعلى أن الأمور ستفلت؟ ماذا يتبقى لها؟ أنا أعتقد هذا إلغاء وجودي سيكون لكل الخطاب السياسي والأيديولوجي لإيران وأزرعها في المنطقة. هذا هو الإحراج الوجودي، وبالتالي التصعيد من قبل إيران، من قبل أزرعة إيران. إيران هي يعني مؤكد بأنها لن تدخل أي معركة، من قبل أزرعة إيران. يعني حتى الآن هو لا يمكن، باستثناء جنوب لبنان، لا يمكن إلا أن يطلق في إطار المناوشات. المناوشات الإعلامية هي صواريخ إعلامية شبيهة بالصواريخ الصوتية التي كان يطلقها قادة الحرس الثوري بأنهم قادرين على تدمير إسرائيل سبع دقائق ونص، والآن ربطوا هذا التدمير بالمجازر بالمدنيين، وحصلت المجازر بالمدنيين ولم يحركوا ساكن، ثم أنهم الآن ربطوا
فيما لو حصل تدخل بري. أنا أعتقد بأن حزب الله فيما لو حصل تدخل بري سيتدخل، لأن أيضا حزب الله بغض النظر عن الموضوع الإيراني أيضا كل فلسفته ووجوده قائم على فكرة المقاومة، وبالتالي هو وحده من عرض لنا الإحداثيات لوزارة الدفاع ولشركات الكهرباء وللمطارات ولكل المواقع الاستراتيجية في فلسطين المحتلة، عرضها لنا مثنى وثلاث ورباع بإحداثياتها وقرائتها وكذا، وأن بإمكان المقاومة تدمير كل هذه المواقع الاستراتيجية والخطيرة، ونحن علينا أن نحسن الظن بأنه قادر. لكن لماذا؟ هذا سؤال. أنا لا ألوم صراحة، لا ألوم حزب الله على المشاغلة التي سحب نتيجتها 100,000 جندي احتياط وضعوا على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان، وأيضا في هناك أكثر من 50 مقاتل لحزب الله قضوا، وأيضا هناك مقاتلين بسرايا القدس ولكتائب القسام قضوا شهداء من الناحية العملية. لا، هذا يعني بأن هناك خوف حقيقي. نعم، الأمريكي لا يريد للمعركة أن تتسع، صحيح، يريد أن يستفرد بهذه الأطراف قطعة قطعة. يعني بعد كتائب القسام وغزة هناك الدور جاي على طرف آخر بدون شك لا محال، وهم متنبهون لهذه المسألة. لذلك نجد بأن أزرع إيران رسموا ملامح معركة بالنار من باب المندب إلى جنوب لبنان، أنه هذا هو مرورا بفلسطين والعراق، قواعد أمريكية وسوريا والعراق بالتنف، يعني أنه نحن قادرين على مشاغلة. لكن أنا أعتقد بأن نفوذ إيران الاستراتيجي حقيقة في المنطقة ما كان ليتأمن على النحو الذي هو فيه لولا أنه كان شريكا للولايات المتحدة في غزو العراق، ولو أنه ما يزال يمارس نوع من التخادم مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نريد أن يبرهن الإيرانيون وأزرعهم أنهم جادين في محاربة إسرائيل وتلقينها درس نهائي. هم قالوا نحن لن نستنتج، قادرين على تدميرها بسبع دقائق ونص. طب تفضل، هذه غزة دمرت ما عاد فيها شيء بشرا وحجرا. وصلوا أنه إعلاميين ومستشفيات وتهديد وكالات، فضلا على أنه ممكن عم يستعملوا أسلحة خطيرة. بس أنا على سيرة الأسلحة، سمى مشهد ما أنساه في بغداد عام 2003 عندما كنت هناك، كيف وجدت ببعض العربات جنود عراقيين جلدهم دايب عن عظامهم. صحيح. هذا السلاح استخدم في غزة ولكنه للمرة الأولى وفي سوريا استخدم استخدم في العراق في الاحتلال. أنا شفت في العراق في معركة المطار. أستاذ، هذه في معركة المطار. نعم، في معركة المطار. صحيح. وفي معركة الفرات الأوسط، وأنا أتذكر عملت عليها تقرير يومها يعني. فبالتالي هذه المشاغلة في جنوب لبنان خصوصا أنها صارت باتت الجبهة لا يشغلها حزب الله لوحده، أصبح معها فصائل فلسطينية وأصبح معها فصيل سني هو الجماعة الإسلامية قوات الفجر، ما يعطي لهذه المواجهة مع العدو الإسرائيلي نوع من توازنها الوطني والإسلامي الواسع والأكبر والأشمل. أنا أثق بأن يعني عندي ثقة بأن جنوب لبنان سيكون فيه حركة اندفاعية مهمة فيما لو حصل أن عظام المقاومة الفلسطينية النار بدأت تصل إلى هذه العظام سواء تحت الأرض أو فوق الأرض. نعم. من هنا نبقى في سياق هذا الموضوع سيادة العقيد حمادة، هل من الممكن أن تتوسع المعركة وفي المقابل هل انكشف لنقل الزيف الأمريكي على واقع الأحداث في الأرض بعد
معركة طوفان الأقصى المستمرة، سواء كان كنا نتحدث عن إيران مباشرة أم عن أذرعها في المنطقة كما تفضل أستاذ علي شندب، من باب المندب من ميليشيات الحوثي وحتى يعني جنوب لبنان. هذا السلاح المقاومة، ما يسمى المقاومة أو حلف إيران، ولن أقول حلف غير إيران، هو مخصص لقتل الشعب السوري، لقتل الشعب اللبناني، لقتل اليمنيين، لقتل الشعب السعودي. يعني عندما نرى بأن صواريخ الحوثي كانت تصل إلى دبي وتضرب مواقع في السعودية وبدقة تضربها، اليوم تطيش هذه الصواريخ وتذهب باتجاه طابة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون قتال إسرائيل. والتغيير الديموغرافي للميليشيات في العراق والسوريا. نعم. أيضا حزب الله، حزب الله لا يمكن له أن يتخذ أي قرار في هذا الشأن، هو عمليات عسكرية منضبطة من أجل فقط إيصال رسالة للشعوب العربية والمسلمة البسيطة بأن هناك مقاومة بالفعل. إذن يعني قنابل صوتية كما قال، قنابل صوتية يعني نرى بأن إحدى المرات وضعوا له الإسرائيليين عبارة عن دبابة فارغة وربما تكون معطلة وقام بقصفها، أو خيمة لا يوجد فيها أشخاص. حزب الله اليوم يقوم بعمليات منضبطة متناغمة هو وإسرائيل في كفر شوبة. اليوم هناك فرصة، لماذا لم يحرر مزارع كفر شوبة أو مزارع الغجر أو المناطق التي يعتبرها محتلة؟ إذن حزب الله قال، هو قال ولست أنا من أقوله، بأنه جندي في الولي الفقيه. إذن إذا لم تعطيه أوامر بإيران بأن يتحرك باتجاه أي مكان، فلا أتوقع بأنه يستطيع أن يقوم بعمل معين ضد إسرائيل. عندما تقول إيران بأنها خلال 7 دقائق تمحو إسرائيل، فلماذا هي اليوم تقف مكتوفة اليدين وهي ترى بأن غزة تباد وأن الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية، وهي التي قالت الموت لأمريكا والموت إسرائيل وطريق القدس؟ وقال حسن نصر الله أكثر من مرة بأن طريق القدس يمر من حلب ويمر من النبك ويمر من دمشق ومن إدلب ومن كل مكان، القصف متواجد يوميا على إدلب وعلى سوريا بكل كثافة. أما بالنسبة لإسرائيل فإنه هناك يعني للحفاظ كما يقولون، للحفاظ على سلاح المقاومة. لمن ستحتفظ لسلاح المقاومة؟ على لأهالي بيروت أم لأهالي طرابلس أو لأهالي المنطقة في تلك المناطق؟ أما إدخال ما يسمى يعني الفجر وبعض الوحدات السنية إلى الجنوب بعد أن طردهم بشكل كامل، هم فقط من أجل إعلان أو نوع من البروبوغندا الإعلامية، ولكن لا يمكن أن تقوم هذه الوحدات بأي عمل إلا بعد إذن حزب الله. من هنا دكتور محمد سالم، حركة حماس أكدت أنها تحتجز نحو 200 أسير أو ما يزيد، تعدهم كلهم يعني صهاينة إسرائيليين، ولا تعطي اعتبارا لحمل بعضهم جنسيات أخرى من أوروبية أو غيرها إلى جانب جنسيتهم الأصلية الإسرائيلية، ولا يمكنها إذن وفق ذلك أن تطلق سراح أي منهم حتى توافق إسرائيل أو هذا الكيان على إيقاف إطلاق النار. ما مدى صعوبة هذا الإعلان للاحتلال على الرغم من المناشدات الدولية، وكيف سيؤدي ذلك دورا في إنهاء الجحيم الحاصل؟ أعتقد أنه قيادة حماس وقيادة كتائب القسام سوف تكون مرنة في استخدام هذه الورقة، يعني لا أعتقد أنها سوف تلتزم بمحددات معينة مسبقة الصنع أو مسبقة التصميم، ولذلك شهدنا نوع من المرونة حقيقة في مثلا يعني إطلاق سراح رهينتين أو أسيرين أمريكيين، ثم أيضا أسيرتين أو أسير وأسيرة إسرائيليين، لا أذكر المعلومة بدقة. نعم أسيرتين. فأعتقد أنه هناك مرونة لدى حماس في استخدام هذه الورقة وسوف تتعامل معها بمرونة. الفكرة هنا أنه ربما تشدد حكومة نتنياهو وكما قلنا هروبها إلى الأمام وعدم خضوعها حتى لردات الفعل أو يعني ربما بعض مطالبات الشارع لديها هو الذي يعيق هذا الموضوع، وإلا الأصل أن ربما توقعات
حماس في هذا الموضوع أنها تتوقع أن يكون هناك قيمة عالية لهذه أو لهؤلاء الأسرى، وبالتالي يكون ورقة مهمة في فرض التهدئة. لكن حتى الآن لا يبدو أن ذلك يعني يؤثر في الحكومة الإسرائيلية الحالية لتشددها ولتعنتها، وكما قلنا هي تتخذها فرصة للهروب إلى الأمام ولمحاولة، كما يرفع نتنياهو الشعار عاليا بأنه سوف ينهي حماس بالكامل. وأعتقد أنه هذا هدف تماما غير واقعي، ولا أعتقد أنه الإدارة الأمريكية يعني تؤمن به حتى في هذه الظروف الحالية، لا أعتقد أنها تؤمن به في هذه الظروف الحالية. لكن بالتالي هنا نحتاج ربما إلى أن تفشل إسرائيل بشكل واضح في الاقتحام البري، تزداد خسائرها من الجنود، تتعرض أيضا أمن البلدات لاستنزاف لتهديد أكبر. وأعتقد هنا الشارع الإسرائيلي نفسه ربما سوف يضغط على هذه الحكومة، إضافة إلى الضغط الأمريكي وضغط اللوبي الموالي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة أيضا، لمنع مزيد من الهروب إلى الأمام والتصلب والصلف والغطرسة الإسرائيلية. وهنا يمكن بالفعل ساعتها أن يحدث نوع من التفاوض مع محاولات الوسطاء أو التجاوب الإسرائيلي مع محاولات الوسطاء سواء قطر سواء تركيا لإحداث هدنة إنسانية وربما نوع من تبادل الأسرى بين الطرفين. من هنا أستاذ علي شندب، ماذا عن الحسابات الأمريكية في هذا الدعم الأعمى لكيان الاحتلال؟ إلى أي مدى يبدو بايدن مهددا في ظل هذه لنقل الخسائر لكيان الاحتلال منذ 7 أكتوبر تشرين الأول؟ يعني هو ليس بايدن المهدد، المهدد هو المشروع الكولونيالي الإمبريالي العالم. إسرائيل ليست إلا عبارة عن حاملة طائرات ثابتة في المنطقة، مهمتها رعاية وصيانة المصالح الأطلسية في بلادنا، المصالح الأطلسية في بلادنا. هذه هي إسرائيل، أخذت لونا دينيا دولة يهودية. وهون في خطأ على العرب صراحة، يعني نحن بنلاحظ بأنه العرب هم الإسلام وهم المسيحية وهم اليهودية، وطلع الإسلام من العرب، السني راح محل والشيعي راح على محل والمسيحي راح على روما واليهود صار حركة صهيونية. وبالتالي هذه هي المسألة. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بأن 7 أكتوبر حصل في واشنطن، وأوروبا تعتبره حصل في باريس ولندن وألمانيا. هذا 7 أكتوبر الذي حصل، المجيد الذي حصل في الكيان الصهيوني، هذا برهن بأن كل أجهزة مخابرات أوروبا والولايات المتحدة وأقمارهم الصناعية ورادارات جوساستهم المنصوبة في بلادنا عبر السفارات وفي البحار لم تستطع أن تلتقط هذه القصة. وبالتالي هم أصيبوا بفشل، مش بس إسرائيل. نعم. إسرائيل التي تبيع العرب في الخليج وغير الخليج مشروع بيكاسوس للتجسس، الآن هذا البيكاسوس تبعها يعني مش خردة، ما قدر يحميها. نعم. يعني في كارثة حقيقية، مشروع أمريكي يهتز يتخبط. أتى بكله وكلكله بايدن وسبقته البوارز وحاملات الطائرات والفرقاطات والمدمرات والصواريخ العابرات للقارات، أتت كل أتت الجنود، أتى سفاح بغداد، يفاخر الأمريكيون بأنهم يقولوا أتى سفاح بغداد إلى تل أبيب. هذه معركة وجودية ليس بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل هي شرطي متقدم للحلف شمال الأطلسي الذي دمر البلاد العربية ورعى تدميرها، مولها هنا وهنا وهنا وهنا. وكل بلادنا التي دمرت لأجل فلسطين، العراق دمر لأجل فلسطين. نعم. وسوريا تدمر لأجل فلسطين. والآن إذا ما تمكننا من إزالة إسرائيل من على الخريطة سترتاح بلادنا وتعيش في التنمية والحياة التي يرغبها العرب. هذا واقع خطير. الشعور، الصدمة التي عاشها الأمريكيون والأوروبيون
هي هم مجنونين اكثر، هم شمشوم الحقيقي. هم لم يستطيعوا ان يعني لم يكن يعني لم يتخيلوا للحظه بان هذه الاسرائيل التي يحكمون البلاد المحيطه بها بواسطتها، لم يستطيعوا ان يتخيلوا للحظه بانها ستتمكن ستنهار بهذا الشكل. نعم. لم يتوقعوا هذا الامر. يعني هم وقعوا في فضيحه كارثيه جدا، وبالتالي اتوا بكلهم وكلكلهم، اتوا بجيوشهم. ولا تستغرب ان يعني هذا ماكرون وفي بلاده عاصمه الانوار يقول هذا الكلام، يقول كلام يعني يقول كلام يعني نستحي نحن ان نقول. لقد خدعنا بهذه الشيء. اسمع هذا الهندي رئيس وزراء بريطانيا ماذا يقول، اسمع الالماني ماذا يقول. نعم. فيا سيدي الامور خطيره جدا. والامور نحن نعتقد بان المساله يعني فيها لقد تم هز عرش الامن العالمي، النظام الاقليمي. نحن الان اذا انتصرت غزه هناك نظام اقليمي جديد الى هذه الدرجه يعني، واذا لهذه الدرجة. مش مسألة غزة أكبر بكثير بكثير مما نحن نتخيل. نعم. هي نعم. وضعها وضع مسألة غزة مسألة استراتيجية ضخمة، مسألة كبيرة جدا. أن نحن علينا أن نعلم بأن الممر الاقتصادي الهندي من الهند إلى الإمارات ثم السعودية ثم حيفا ومنه إلى أوروبا، هذا المشروع أصبح في مهب الريح. إذا ما ثبت نصر غزة، إذا ما ثبت انتصار الكتائب المقاومة، نعم هم بهذا المشروع يريدون شطب، يريدون إنشاء شرق أوسط جديد بعيدا عن مصر التي تجاوزها الممر الاقتصادي، والتي أيضا هناك مشروع لقناة إيلات بديلا عن قناة السويس. نعم. كما تجاوز تركيا. وكلنا نسمع هذا يضرب طريق الحرير أيضا. نعم. طريق الحرير الصيني تجاوز. نعم. المشروع. نعم. الأمريكي الخليجي الهندي. نعم. تجاوز حتى تركيا وأردوغان غضب من هذا الأمر. نعم. وبالأمس غضب أيضا عندما شعر بهذا الخزي يعني الدولي، ورفض تصنيف حركة المقاومة. نعم أستاذ شندي، بأنها حركة إرهابية. نعم. من هنا أستاذ أحمد حمادة، بعد هذه التطورات الخطيرة التي تحدث عن تفاصيلها أستاذ شندب، هناك أيضا بروتوكول هانيبال الصهيوني. هذا البروتوكول ملخصه يقول إن جنديا قتيلا خير من جندي أسير، إلى هذه الدرجة يعني يسمح جيش الاحتلال بمنع أسر جنودي حتى لو على حساب قتلهم. يعني ما الذي يؤشر إلى ما يؤشر؟ ألا يؤشر إلى موقف ضعيف بعد هذه الصدمة التي تلقاها في عملية طوفان الأقصى؟ يعني عملية جلعاد شاليط علمت الإسرائيليين الكثير عندما تم يعني إطلاق سراح 1200 من الفلسطينيين في تلك من المأسورين نتيجة وجود جلعاد شاليط لدى المقاومة الفلسطينية. لذلك أخرجوا قانون يبيح لهم قتل الأسير خير من أن يبقى حيا بيد المقاومة. إذن هم يريدون سحب الأوراق القوية من قبل المقاومة الفلسطينية وإنهائها. يعني عندما يكون هناك عدد من بحدود 200 إلى 250 من الأسرى وجلهم من الضباط والجنود، وهذه نقطة قوية تقوم أهاليهم وأسرهم بالضغط على الحكومة نتنياهو، وهي بالتالي حكومة متهالكة يمينية متهالكة، عجزت عن حماية هؤلاء المستوطنين، عجزت عن تأمين الأمن القومي الذين يتبجحون
يستريحون به، لذلك هم يرون بأن هؤلاء الأحياء الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية التي تريد أولا مبادلتهم مع 6000 أسير فلسطيني موجود في تلك المنطقة، هذه العملية ستكرس قيادة حماس للمقاومة ولقيادة حماس السياسية في هذه المنطقة. اثنين، ليس فقط طلبات المقاومة بدقيقة واحدة دكتور، نعم، ليس فقط مطالب المقاومة الفلسطينية تأمين إطلاق سراح المعتقلين، بل منع يعني الاستهتار في المقدسات، عدم حصار غزة، وتأمين شكل آخر، شكل سياسي آخر لغزة، وربما المطالبة بالحل السياسي الذي اتفق عليه العرب. أين مبادرة الدول العربية؟ أين القرارات الشرعية الدولية؟ أين مؤتمر مدريد 91؟ إذن هذه المعركة تكرس لشيء جديد في هذه قد المنطقة، قد يغير المنطقة، قد كما يغير تفضل في هذه المنطقة. إذن سيد العقيد أحمد حمادي الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر السيد الأستاذ علي شندب كاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت، شكرا جزيلا لكم أستاذ علي. ودكتور محمد سالم مدير وحدة الدراسات في مركز أبعاد بإسطنبول، شكرا جزيلا لكم دكتور محمد. وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، ومتابعتنا مستمرة من الرافدين في معركة طوفان الأقصى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.